في بعض الأحيان يعني يرعبني إذا تأملت تأمل موضوعي بتضاريسه والشقوق اللي في وجهه والثقوب التي تملأه. هو بالحقيقة شيء مش جميل الجمال المطلق، إلا أنه صلتنا بمن نحب تجعل القمر قمر، كذلك المقاهي اللي تشرف على البحر هي بحد ذاتها مقاهي، وقيمتها في الناس اللي نحن ننتظرهم عادة. طيب بالنسبة نزار، انت الطبيعة اذا ما عملت لك شيء، انما بنشوف بعض قصائد عن الطبيعة في بداية شعرك، مثلا في عندك قصيدة في حرجنا المدروز شوحا. شوف، هي القصيدة الحقيقة كانت وطنية، اردت ان اسجل فيها ارتباطاتي ببلادي، وهي مش يعني عملية وصف كما يعني نعرفها عند الشعراء العرب، حيث كان هناك باب خاص بالوصف اسمه باب الطبيعة. باب الوصف. انا الحقيقة لم اتعاطى هذا الشيء، لاني بعتقد انه عملية الوصف هي عبارة عن نقل فوتوغرافي للاشياء من حولنا، والنقل الفوتوغرافي لا يعني لدي شيئا ولا يحرك في اي حاسة فنية، فانا اريد ان اضيف الى الطبيعة عنصر انساني، وهذا ما فعلته في شعري عن المرأة. طب خلال جولتنا في الشعر العربي اذا عدنا نشوف انه من بعد عمر بن ابي ربيعة لم يعرف العرب شاعر جمال، يعني خلال حقبة طويلة جدا من الزمن شاعر جمال وشاعر حب. لشو بتعزي برأيك هالفقر هذا؟ هناك عوامل كثيرة في الحقيقة ادت الى هذا التدهور اللي بتسميه. اولا هو فقدان الصدق، فقدان الصدق، كما ان هناك مؤسسات تتعلق يعني مؤسسات من التقاليد والعادات كلها حالت بين وبين الشاعر من انه يعبر عن اعماقه وعن الواقع اللي بيعيش فيه تعبير شجاع. عمر كان من الشعراء الشجعان اللي تحدوا عصرا وكتبوا عن حب وعشق كتابة لم يكن فيها أي أثر للخوف. عملية الحب مثلا اللي أنا كتبت عنها كلفتني الحقيقة دمي في كثير من الأحيان، وأنا سرت في شعري يعني أو في شعري الغزلي على طريق مفروش بالمسامير. السبب هو أن الحب بحد ذاته في بلادنا مدان قبل أن يكون مدان يعني سلف. نعم مدان سلف، يعني مجرد أن تقول أنا أريد أن أكون شاعر حب فمعناته أنت خارج على القانون. على فكرة ديواني الجديد اسمه أشعار خارج على القانون، لأنه أنا شخصيا أعتبر أنه الشعر الحقيقي لا يمكن أن يعيش أبدا في ظل الشرعية، يعني يجب أن الشاعر دائما يكسر شيء بعصره. مش بالضروره الشرعيه، يعني بجوز يكسر التقاليد مثلا. نعم بجوز يكسر التقاليد او شيء متعارف عليه. هي الشرعيه، هي حياتنا مجموعه من الشرعيات سميناها التقاليد. بس انت ودك مثلا تتكلم مثل ما بيتكلموا الناس، ويعني تحاول ان ترضي جميع المشارب وجميع الاتجاهات، فانت لما تكون عملت شيء انت بتكون شاعر مجامل. انا بعتقد انه شعر المجامله هو اللي أدى إلى انهيار نصف شعرنا العربي، يعني شعر النفاق الاجتماعي اللي بسميه، إنك يعني تحاول إن ترشي مجتمعك أو تراضيه. ما في بالشعر مراضاة ولا شيء. يعني بينكشف برضه، يعني ممكن أنت بتقول دلوقتي إنك مشيت بالشعر بالنسبة للشعر بطريق صعب وشائك، بس برضه بيلاقي الواحد صدى عند الناس. صحيح. يعني ما يعني من أكثر الشعراء اللي بيتجاوب معهم الجمهور أنت. بعتقد الحقيقة إنه هاللي يعني بيختصر كل هالموضوع كلمة قالها دورنمان، بيقول لك الشعر هو اغتصاب العالم بالكلمات. يعني إنك أنت تعمل تكسر فيه، يعني تتجاوز الأشياء المعروفة. أشياء طبعاً الفن إجمالاً بصورة عامة هو خروج جميل عن المألوف. صح.
طيب شو رأيك بقى لو رحنا نزار من عالم النظريات إلى عالم الواقع واسمعنا شيء هيك من الإنتاج الحلو؟ قصيدة الحزن. علمني حبك أن أحزن، علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور. علمني حبك وأسفي أسوأ عادات، علمني أفتح فنجاني في الليلة آلاف المرات، وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافات. علمني أخرج من بيتي لأنشط أرصفة الطرقات، وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات، وأطارد ثوبك في أثواب المجهولات، وأطارد طيفك حتى في أوراق الإعلانات. علمني حبك، علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات، بحثا عن وجه، عن صوت هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان. علمني حبك، علمني حبك أن أتصرف كالصبيان، أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان وعلى أشرعة الصيادين، على الأجراس، على الصلبان. علمني حبك كيف الحب يغير خارطة الأزمان، علمني أني حين أحب تكف الأرض عن الدوران. علمني حبك أشياء ما كانت أبدا في الحسبان، فقرأت أقاصيص الأطفال، دخلت قصور ملوك الجان، وحلمت بأن تتزوجني بنت السلطان. تلك العيناها أصفى من ماء الخلجان، تلك الشفتاها أشهى من زهر الرمان، وحلمت بأني أخطفها مثل الفرسان، وحلمت بأني أهديها أطواق اللؤلؤ والمرجان. علمني حبك، علمني حبك يا سيدتي ما الهذيان، علمني كيف يمر العمر ولا تأتي بنت السلطان. علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور. بالنسبة للشعر، في رأي بيقول ان النظم جزء من الشعر، او الشعر المكتوب زي النوتة الموسيقية، علشان يقدر الشعر يوصل الشعرية والاحساس اللي عايز يقوله لازم يقراه. ايه رأيك لأي حد بتوافق على هالرأي؟ وايه رأيك بتسجيل الشعر على اسطوانات مثلا؟ يعني الحقيقة رشا، أنت أثرتي يعني موضوع عزيز علي جدا إثارته، وهو صوت الشاعر. أنا بعتقد أنه صوت الشاعر هام جدا، بل يكاد يكون أهم من شعره، لأنه نبرات الصوت فيها كل إنسانية الشاعر. يعني الديوان اللي بناخده بالسوق وبنقرأ هو حبر وورق، يعني ما فيش موضوعية، يعني ما بتقدر تعرف الشعر. يعني أنا جربت في ديواني قصائد متوحشة أن أدخل شوي من الشخصية، فرحت كاتب الديوان بخطي، لأنه بالخط في شخصية الإنسان، حركة يده، عصبيته،
طريقة تنقيطه، طريقة النقاط اللي بيحطها بين الفواصل، يعني كلياته هذا جزء من شخصية الشاعر وبيكشفه الحقيقة. الكتابة تكشف. الصوت عالم آخر. يعني أنا بنشوف شعراء كتير بتقري شعرا فتعجبين فيه به كثيرا، أما حين بيطلعوا على المنبر فيغتالوا شعرا، فيغتالوا شعرا. فأنا بعتقد أنه الشاعر لابد من أنه يقرأ شعره إذا أراد أن يقنع. يضاف إلى ذلك أنه هو بيلقي بإحساس أكثر من القارئ، يعني ما بقدر أنا اليوم يعني استعير إحساس الشاعر. طبيعي. فالصوت هام جدا في إداء، في تأدية أي عمل شعري، وهذا معروف في أوروبا، يعني حيث كل الشعراء بدوا الحقيقة من زمان انه يسجلوا شعر على اسطوانات. وبتهيألي عندنا ممكن تنجح لاقصى الحدود تسجيل. بتعرفي ليش بتنجح رشا؟ لانه شعبنا العربي بيقرا باذنيه. صحيح، يعني بيقرا باذنيه احاسيسه يعني. نعم، فهو دائما يعني العالم العربي مثلا في 80% اميين، يعني ما يستطيعوا يقراوا او ما بيصلوا من الكتاب اطلاقا. اما الاذاعه مثلا، التلفزيون، الاستيكات، المسجلات، كلها بدأت تنتشر في العالم العربي. وأنا أعتقد أنه هذا طريقة جميلة جدا حتى لنشر الثقافة. وأنا عملية الأسطوانات يعني جات فيها، وإن شاء الله في مطلع الخريف القادم تكون الأسطوانات جاهزة إن شاء الله. طب نحن نطمع في نهاية جلستنا نزار نسمع شيء قصيدي غير منشورة، يعني في نجوم ولقاء نقدمها للمشاهدين كقصيدي غير منشورة. فكرك. زيديني عشقا زيديني، زيديني عشقا زيديني، يا أحلى نوبات جنوني، يا سفر الخنجر في خاصرتي، يا غلغلة السكين. زيديني غرقا، زيديني غرقا يا سيدتي، إن البحر يناديني. زيديني موتا، عل الموت إذا يقتلني يحييني. جسمك خارطتي، جسمك خارطتي، ما عادت خارطة العالم تعنيني. أنا أقدم عاصمة للحزن، وجرحي نقش فرعوني، وجعي وجعي يمتد كبقعة زيت من بيروت إلى الصين. وجعي قافلة أرسلها خلفاء الشام إلى الصين في القرن السابع للميلاد، وضاعت في فم تنين. عصفورة قلبي نيساني، عصفورة قلبي نيساني، يا رمل البحر ويا غابات الزيتون، يا طعم الثلج وطعم النار ونكهة شكي ويقيني. أشعر بالخوف من المجهول فآويني، أشعر بالخوف من الظلماء فضميني، أشعر بالبرد فغطيني. احكي لي قصصا للأطفال، اضطجعي قربي، غنيني، فأنا من بدء التكوين أبحث عن وطن لجبيني، عن شعر امرأة يكتبني فوق الجدران، ويمحوني عن حب امرأة يأخذني لحدود الشمس، ويرميني عن شفة امرأة تجعلني كغبار الذهب المطحون. نوارة عمري، مروحتي، قنديلي، ضوح وساتيني، مدي لي جسرا من رائحة الليمون، وضعيني مشطا عاجيا في عتمة شعرك، وانسيني. أنا نقطة ماء حائرة بقيت في دفتر تشريني. يدهسني حبك، يدهسني حبك مثل حصان قوقازي مجنوني، يرميني
تحت حوافره يتغرغر في ضوء عيوني. زيديني عنفا، زيديني عنفا، زيديني يا أحلى نوبات جنوني. من أجلك أعتقت نسائي وشطبت شهادة ميلادي وقطعت جميع شرايين. شكرا نزار، نتأمل أنه ضل تقطع شرايينك. إذا قطع الشرايين يؤدي إلى هالإبداع هذا. أنا أعطى هو الحقيقة أن الكتابة هي بحد ذاتها قطع شرايين متصلة. فإذا نتأمل هي مزيج الحقيقة. نتأمل أن لقاءات متعددة إن شاء الله معك في برنامج نجوم ولقاء. وشكرا لهالجلسة اللطيفة، وننتقل أعزائي المشاهدين من جمال الشعر إلى جمال الموسيقى. Thank you.
المطرب كبير أجمع الجميع على حبها وعلى تقدير صوتها وجمال أغانيها. متجددة دائما، أنيقة دائما، حلوة دائما، تؤرخ عواطفنا باستمرار، هي المطربة صباح. أهلا وسهلا فيك صباح ببرنامج نجوم ولقاء، واسم الله يعني أنا واقع بين جميلتين الله يساعدني ويكون في عون الليلة. بدنا ناخذ رأيك، أنت مثل ما قلنا أجمع الجميع على حبك وتقديرك، يا هل ترى هل لجمال صوتك فقط أم لأنه جمالك الشكلي؟ يعني جغرافيا جغرافيتك ساعدت صوتك. كلمة جغرافيا بشو تعزي نجاحك، إلى الصوت فقط أم إلى الصوت والجمال؟ وإلى أي حد ساهم جمال شكلك في نجاحك؟ عموما الجمال ما بنجح، لأنه في كتير فنانين مش حلوين وموهوبين والناس بتحبهم كتير، وفي كتير ناس حلوين كتير وحابين يكون عندهم موهبة كمان مش قادرين انه يكون عندهم يعني موهبة وينجحوا. بدليل مثلا بتروح اكبر استعراضات بتشوف اجمل ستات عم بيرقصوا بياخدوا استحسان عادي، بيطلع واحد مثلا قصير او شكله مش منيح او فوق 60 سنة او شيء وبيعمل شيء في موهبة قوية وبياخد استحسان قد هالبنات الحلوين اللي هني مثلا مرقوا على هالناس 100 مرة. بس عارفة صباح قطعا لو في موهبة وفي جمال طبعا الجمال حيبقى مساعد. يعني عامل مساعد كتير. هو اهم شيء طبعا، وهي نعمة كبيرة انه الانسان يكون موهوب وكمان بالوقت نفسه شكله مرضي يعني. وبعدين عارفة يعني مش بس انه الجمال كصورة، الجمال لما بيبقى في وراء روح، اهم شيء الروح في حيوية. يعني بتهيألي هاد انت اللي متوفر فيك جمال يعني الروح، اهم شيء الروح والحيوية ودايما مرحة و نسيت الجغرافية. الجغرافية هي اختصاصك. لا وبعدين كمان الحقيقة الفنان لما بيكون الفنانة بالاخص اذا كان بحبوها لفنة بس بتعيش مرتاحة، بس اذا بحبوها كسيدة بالاول وبعدين بحبوها كفنانة بتتعب. عرفت كيف بيصير بحياتها؟ في كتير تعب جغرافيا مثل ما انت مثل هلا، بس شو بالوقت نفسه الوحدة بتعتز انها تكون محبوبة كجميلة وكست اكثر. انا هذا كنت بدي اسألك كيف فعلا. مثلا كنت انا بمطار باريس اخيرا عم بقعدي بالمطار عم بشرب شاي، واجوا اثنين حبوا انهم يصوروني امريكان، انا افتكرته من اصل لبناني، قلت لهم انتم من اصل لبناني؟ قال لا. قلت لهم عرفتوني بك تصوروني؟ قال لا ما عرفناكي. فقال لهم جو طيب ليش بك تصوروها؟ قالوا له she is beautiful you don't agree with us، يعني شايفها حلوه كثير انت مش موافق معنا بنصورها. وطبعا كنت لابسي انا شيء يعني شوي اوريجينال فلفت له النظر، وهالشي هيدا ساعدني اكثر ما انهم كانوا عرفوني. طبعا لانه عارفه مش على اساس يعني على اساس شخصك انت، مجرد من اي شهره مجرد من اي اطوار. كمطربه كبيره بيرضيكي اكثر نجاح اغني او نجاح شكلك؟ يعني لما الناس مثل ما بتتفضلي وتقولي حبوكي لشكلك، هذا بيرضيكي كانساني اكثر ولا بيرضيكي انه ينجح عمل من اعمالك؟ لما بكون انا يعني عم فكر بفني اكيد بنبسط اكثر انه ينجح لي اغني او ينجح لي عمل عملته، ساعتها بنسى اني انا حلوه او مش حلوه. بس لما بكون معزومه لمطرح او انا بمطرح والناس ما بيعرفوني صباح وبيعجبوا فيي كست كشكل، طبعا هون بكون كتير مبسوطه. وبعدين لما بيعرفوني اني انا صباح بقول عال زياده الخير خيرين. هذيك المره راكبه اوتومبيل كمان، هيدا شيء من الله يمكن، طبعا في ستات اجمل كتير مني، انا يمكن على بعضي مكونه شيء او شياكتي كمان بتساعد، او صاروا في ناس يخبطوا على الاوتومبيل بايديهم انه هيدي الست مين هي، فقال لهم الشوفير مثلا ست صباح. فانبسطت انا بالاول انه حبوا يعرفوا بالاول انا قبل. طيب قصه الاناقه كمان، قصه اللبس، الملاحظ انه صباح ما ظهرت في يوم من الايام سواء في صوره فوتوغرافيه او في مقابله تلفزيونيه او في فيلم سينمائي بنفس الثوب اللي ظهرت فيه قبل مره، يعني كل مره بتلبسي شيء دائما انيق يعني باستمرار حلو. بدي اقول لك شيء انه او بتعرفي انه الست مهما كانت حلوه اذا مش لابسه يعني شيء يلفت النظر ما حدا بيطلع فيها ابدا،
وبتكون ست احيانا عاديه ولابسه منيح كل العالم تتطلع فيها. وبالنسبه لي انا اكثر شيء غاويته بحياتي اللبس، يعني اللي ما تاكلي ما تشربي ما تنحبي ما اي شيء، بس البس بيكون شيء كثير عظيم. بحب كثير البس. ان شاء الله بتضلي تلبسي باستمرار ان شاء الله. طيب ستنا، طبعا كنا نحن نطمع يكون لقائنا اطول، انما شوقنا الى سماع صوتك يدفعنا الى طلب اغنيه لإلك تكون جديده، شو حتختاري لنا؟ شو ما بقى شو بتحبي تسمعي؟ يمكن تحبي تسمعي شيء لو انتي تختاري لنا. الحقيقه كل اغانيك اللي بنحبها، بس نفسنا لو اغنيه جديده مثلا للاستاذ محمد عبد الوهاب. اغنيته جديده ايه، بحب انه الناس يسمعوها. ليش؟ لانه استاذ عبد الوهاب مش من اول مره او ثاني مره الواحد بحب غنيته، لان لحد هلا عم بيقولوا لي انه الغنيه بعد مش حسينا لون صباح مثل ايام ما طلعت الضيعه، كمان قالوا لي هيك، وبعدين نشكر الله مشيت. وبتامل هاي لما بيسمعوها كم مره كمان بتمشي، فاذا بنسمع. بس قبل ما نسمعها في ملاحظه صغيره، عبد الوهاب قال لي عن صوتك انه صوت صباح يختصر جمالات لبنان. هذا راي عبد الوهاب بصوت صباح. كمان انت شخصيا تختصري جمالات لبنان، الكلام لعبد الوهاب مش لالي. شكرا. شكرا ستنا، ان شاء الله يكون لقاءات كمان معك متجدده في نجوم ولقاء، ومع اغنيه محمد عبد الوهاب اللي حنك ان شاء الله. بشوفك كل ما بتحلى يا مثل الملاك واحلى واحلى، كل ما بشوفك كل ما بتحلى يا مثل الملاك واحلى واحلى، كل ما بشوفك كل ما بتحلى يا مثل الملاك واحلى واحلى، كل ما بتمرق ما بتمرق حد البحر ما بتمرق، كل ما مي البحر بتحلى يا 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 حبيبي يا يا حبيبي. واسرع قلبي حواليها
الله عطاك الحسن والقد الجميل، الله الله عطاك الحسن والقد الجميل، ومن كلامك هالحلو بيشفى العليل، ومن كلامك هالحلو بيشفى العليل، وكل شي بالناس في سحر وجمال، وكل شي بالناس في سحر وجمال، ما كنت بين الناس لك مثيل، جننت الناس بأوصافا وبسحر البسم العشفافا، جننت الناس بأوصافا وبسحر البسم العشفافا، وقلبي من يوم الشفا، وقلبي من يوم الشفا فتح بابه وقال لك أهلا، كل ما بتمرق ما بتمرق حد البحر ما بتمرق، كل ما مي البحر بتحلى، يا 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 حبيبي يا حبيبي. حد البحر يا قلبي